بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض موضوع الباينوميال اند البوسون ديستريبيوشن. القصة بتبتدي لو احنا عندنا تجربة او بروسيس with two possible outcomes. كل الاوتكمز بتاعتها عبارة عن two outcomes only، اتنين بس. زي مثلا انا رميت كوين، الكوين عندي التو outcomes head وتيل، او عملت امتحان اكزام فهو اما البروبابيليتي او الاوتكمز بتاعتي سكسس او فيل، او قلت سؤال او سالتك سؤال الاجابه بتاعته بيس او نو، او خدت رايك في حاجه في فيبقى اجري او ديس اجري. كل الاكسبيرمنت اللي هي من نوع ده ان الاوتكمز بتاعتها عندنا تو اوتكمز، محتاجين نعرف البروبابيليتي للاوتكمز بتاعتنا دي، وعايزين نعرف عن طريق الراندوم فاريبلز برضو نعمل الكلام ده. فاحنا بنقول لو فرضنا ان الاكس ايكوال 1 ده للبروبابيلي او ده الراندوم فاريبل اللي بيمثل السكسس ترايل، ايا كان لو احنا عايزين بقى اي واحده كانت الهيد او التيل او السكسس او فيل، هي السكسس هي الاكس بتاعتها ب 1، يبقى لو قلت اكس ايكوال 0 ده يبقى اللي هيمثل الفيل. بالظبط كده. البروبابيلتي لكل واحده فيهم، لو فرضنا ان البروبابيلتي للسكسس بي، يبقى البروبابيلتي للفيل اللي هي 1 ماينس بي، باعتبار ان احنا البي ده هو البروبابيلتي لحدوث الايفنت بتاعنا، عشان كده بنقول probability of success of event، يعني حدوث الايفنت يبقى مظبوط. والكيو ده هو البروبابيلتي non occur of the event، اللي احنا البروبابيلتي للفيلر بتاعتنا تبقى هي الكيو اللي هي 1 ماينس بي. القصه كلها في تبسيط عمل ايجاد عمليه البروبابيلتي. البروبابيلتي لما يكون random variables have two outcomes، ازاي اجيب البروبابيلتي باستخدام القوانين بتاعه البروبابيلتي والراندوم فاريبلز في شابتر 2 شابتر 3. بالطريقه التقليديه في ايجاد البروبابيلتي ان كان باستخدام التو شابتر اللي احنا خدناهم، بنلاقي ان هي طويله شويه. فالديستريبيوشن او الباينوميال ديستريبيوشن بيسهل الموضوع ازاي. لو احنا عندنا مثلا عندنا نمبر ان من اندبندنت ترايل من البروسيسنج اللي احنا قلنا زيها اللي هي هيد وتيل والكلام ده، على سبيل المثال احنا قلنا الكوين بتاعتنا هيد وتيل دي الاوتكمز بتاعتنا، وده شرط من الشرط لازم يكون تو اوتكمز، اتكررت عدد من المرات، يعني انا رميتها عدد من المرات، يعني مثلا 10 تايمز 10 مرات رميت الكوين بتاعتي اللي هي الاوتكمز بتاعتها هيد وتيل مش حاجه ثالثه. ففرضت ان الاكس هو ده الراندوم فاريبلز بتاعي، ان اي سي مثلا بيمثل الهيد او بيمثل التيل، ايا كان نمبر اوف هيد او نمبر تيل حسب ما هو في المساله قايل لي. والبروبابيلتي اوف بي هو ده البروبابيلتي للسكسس، يعني البروبابيلتي لظهور الهيد في المساله اللي احنا بنقول عليها. الان ده النمبر اوف ترايل، يبقى دي النمبر اوف التوتال ترايل بتاعتنا. وعندي الباينوميال ديستريبيوشن اقدر اجيب البروبابيلتي للراندوم فاريبل ده من خلال الايكويشن دي اللي هي بتقول ايه. طبعا دي لها بروف ولها طبعا لازم نحفظها، ولا احنا بنحفظها ولا بنعمل لها البروف، هي بتجيلنا جيفن في الاكزام. كل حكايه بفهم بس معنى كل حاجه فيها ايه وازاي اعوض فيها، وده اللي هنشوفه في المسائل ان شاء الله. طبعا البروبابيلتي لاي قيمه الاكس هي عباره عن ان سي اكس تايمز بي باور اكس تايمز 1 ماينس بي باور ان ماينس اكس، والاكس ممكن اعوض بيها بالقيم بتاعتها 0 1 و2 انتل الان. الان دي التوتال نمبر، والتوتال نمبر ده لازم يكون لزان 50. يعني انا لو عندي اي راندوم فاريبل اكس، وقلنا اي راندوم فاريبل اللي هو هاف تو اوت كمز اونلي، بيتكرر عدد من المرات وعارف البروبابيلتي بتاعته، وبالتالي عارف العكس بتاعه اللي هو الكيو اللي هو ماينس بي 1 ماينس بي اللي هو الكومبلمنتري بتاع البي بتاعنا، يبقى ده has binomial distribution. يبقى الراندوم فاريبل ده has binomial distribution with ال n وال b. معنى كلمة with ال n وال b يعني ما اقدرش اجيب قيمة البروبابيلتي للx الا ما اكون عارف قيمة ال n وال b بتاعته. ايه بقى حكاية ان سي اكس دي؟ ان سي اكس هي عبارة عن n factorial على x factorial في n minus x، بتعبر عن ايه؟ عدد الطرق
اللي هقدر اختار منها الاكس من جوه الان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو قلت ظهور الهيد مرتين من 10 مرات، اي مرتين، هل الاولى ولا التانية، الرمية الاولى ولا الرمية التانية، الرمية الاولى او التالتة؟ طبعا في اختلافات كتير او في كومباينيشنز كتير، تباديل اللي احنا نقعد نبدل. فهي القصة دي بنقول عليها ان كومباينيشن اكس او ان سي اكس، معناها كده طرق التبديل او عدد الطرق التبديل للاكس جوه الان قد ايه. طبعا انا ولا بعمل فاكتوريال ولا حاجه، هي بتيجي على الكالكليتور على طول، ان سي اكس، بعمل ان وبعدين الرقم ايا كان الرقم. يعني لو قلت 5 سي 2 اجيبها ازاي بالكالكليتور؟ لو انت شغال بالكالكليتور معايا، بعمل 5 وشيفت ديفايدد 2، تاني 5 وبعدين شيفت ديفايدد اللي هي علامة القسمة و2. دي هيظهر لك على الشاشة بتاعة الكالكليتور 5 وسي و2، دي معناها ان انا بجيب 5 كومباينيشن 2، يبقى 5 الاتنين من جوه الخمسة قد ايه، وبنجيبها بالطرق دي. طبعا البارامتر اللي عندنا او الحاجات اللي ما اقدرش اجيب اي probability الا ما اكون عارفها ال n، اللي هي number of repetition trial او عدد التكرار للتجربة بتاعتي. ال b هي probability للسكسس او probability للايفنت او الراندوم variable اللي انا عايزه، وال q هو الكومبلمنتري بتاعت السكسس ترايل او الراندوم variable اللي انا عايزه. كل ديستريبيوشنز لازم يكون له شويه بروبرتيز او خواص لازم نكون عارفينها، ان السمشن لكل البروبابيلتي ايكوال 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو سي الان عندي باي رقم، لو عوضت الاكس عندي من 0 لحد الان بتاعتي في الايكويشن دي، لازم يكون مجموع التعويضات دي بيساوي 1. الاكسبكتد هو ان في بي، ان اللي هو النمبر اوف ترايل، وبي اللي هو البروبابيلتي للسكسس. الفيرينس ان في بي في كيو. خدنا في الراندوم فاريبل ازاي اجيب الاكسبكتد والفيرينس، اللي انا بجيب القوانين العاديه. هنا مش هنحتاج قوانين، زي ما البروبابيلتي ليها فورم معينه بعوض فيها بالاكس، هي برضو الاكسبكتد والفيرينس ليه فورم معينه للباينوميال ديستريبيوشن. على سبيل المثال تعال نشوف المسائل عامله ازاي. لو قال لك اكس has binomial distribution او is binomial random variables، عايزين compute x اللي هو في الكيسز اللي جايه دي. لو قلت ال probability of x equal 1، يبقى ال x equal 1 ده قيمه ال x عندي بواحد، وال n ب 5 وال b ب 0.2. نحسب ال probability of x equal 1 ازاي؟ بالتعويض في الايكويشنز n cx، دي الايكويشنز بتاعت ال probability البينوميال، n cx n ب 5 c اكس ليها بواحد زي ما هو قايل لي، والان بخمسه اهي، وبعدين بي اللي هي 0.2 باور 1، وفي تايمز الكيو اللي هي 1 ماينس بي اللي هي 0.8 تايمز باور 4 اللي هي ان ماينس اكس 5 ناقص 1. طبعا بنجيبها بالكالكليتور، نجيب الكلام ده زي ما احنا قلنا، ان شيفت ديفايدد 1، وبعدين نقدر نعمل الباور وتايمز ايه الحاجات دي وتطلع القيمه بتاعتنا. لو قلنا ان less than 5، less than or equal 5، والان هنا عندي 15 والبي 0.6، بنعمل ايه؟ الاقل من الارقام اللي اقل من 5، يعني هي 4 و3 و2 و1، هقعد اعمل كده؟ لا، لحد قيم الليمت بتاعتي بتاعت الاكس اللي هي بتبدا ب 0. يعني انا هعمل 5 و4 و2 و3 و1 و0. تعالي نجيب الكلام ده مع بعض، مع اعتبار ان ان ب 15 والبي ب 0.6. الاكس less than or equal 5 هي probability of x equal 5 4 3 2 1 0، زي ما احنا قلنا البروبابيلتي لكل واحده فيهم بالتعويض، الاكس ب 5 الان ب 15 البي ب 0.6. يبقى احنا عندنا ده كده عند الاكس equal 5، وهنا الاكس equal 4، الاكس equal 3، x equal 2، x equal 1، x equal 0. شايفين الايكويشن ثابته، اللي بيتغير بس قيمه الاكس حسب الايكويشنز بتاعتنا. بنجيب الكلام ده حتى على مراحل، على الـ
كالكليتر او نجيبها مره واحده لو مش هنتلخبط، ونجيب القيمه 0.0338. لو قلنا x more than or equal 5 والn هنا equal 20 والb 0.2، طبعا عشان اكبر من او بيساوي 5 يبقى كل الارقام اللي من 5 لحد 20. طب ارقام كتير قوي، هناك كانت 5 وكانت كتير، هل هنا اقدر اعمل الكلام ده او في طريقة اسهل من كده؟ x اكبر من او بيساوي 5 ممكن هي 1 minus the probability x less than 5، لان انا قايل ان summation of all probability equal 1، يبقى 1 minus the complementary اللي انا عايزه، انا عايز من 5 فيما فوق، يبقى انا عايز واحد مش عايزه هو ده الكومبلمنتري بتاعه، يبقى 1 minus الكومبلمنتري بتاعه الكلام ده اللي هو طبعا 1 minus ال 0 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4، وخلي بالك انا مش معايا 5، يبقى من 0 ل 4. يبقى انا عندي هنا البروبابيلتي اكس مور ذان 5 يبقى 1 minus اول حاجه اكس ايكوال 0، يبقى هنا 20 سي 0 وبعدين 0.2 باور 0 0.5 باور 19، نفس الكلام بلس لما يكون الاكس ايكوال 1، نفس الكلام لما يكون الاكس ايكوال 2 الايكوال 3، نفس الكلام ايكوال 4. شايفين هنا ال ان طبعا ثابته، اللي بيتغير هو الاكس ان كان في الكومبلمنتري او الكومباينيشن او الباور، وبالتالي هنا ان بتقل لانها ان ماينس الاكس. طبعا الكلام ده 1 ماينس مجموع كل الكلام ده التعويضات دي ب 0.6297، هجيب الكلام ده يبقى 0.3703. المثال يجي بحل تاني او بطريقه تانيه، طريقه يقول لك 7 كوين ار توست if the probability of obtaining a tail is 0.4 find the probability of obtaining، ومديني كام cases المفروض اعملها. ناخد بالنا ان هو مش قايل لي binomial او اي distribution تاني، المفروض انا بفاهم الكلام ده. انا عندي هنا البروسيسنج اللي بيتكلم عنها اللي هي الكوين، الكوين دي has two outcomes بس مفيش حاجة تانية، يبقى اللي هي الهيد والتيل، يبقى الكلام ده مظبوط، يبقى باينوميال. وبرضه الان بتاعتي اقل من 50 اللي هو 7 كوين دي اللي هي النمبر اوف ترايل، يبقى ده باينوميال ديستريبيوشن. ناقص بس وادي البروبابيلتي للتيل يبقى هو ده البي، ناقص بقى الاكس اللي انا المفروض هجيب البروبابيلتي بتاعتها. في اول كيس لما بيقول لي 3 تيل، تعال نشوف اهو اول حاجة لازم نعرفها، ادي البي وادي الكيو اللي هو الكومبلمنتري بتاعتها والان النمبر اوف توتال ترايل. نشوف بقى هنجيب الكلام ده ازاي. اما اقول 3 تريل يبقى انا عندي هنا البي اكس ايكوال 3، probability اكس ايكوال 3، طبعا لما اقول اما ايكوال 3 خلاص يبقى 7 سي 3 تايمز 0.4 باور 3 تايمز 0.6 باور 4 بيطلع 0.2903. لما اقول 4 هيد الموضوع اتعكس، انا عندي 4 هيد، معنى كده ان البروبابيلتي للهيد ايه؟ اذا كان ظهور التيل هو مدهاني 0.4 يبقى هنا الراندوم فاريبل اتغير، يبقى لازم البروبابيلتي كمان للراندوم فاريبل تتغير. اجيبها ازاي؟ التيل ب 0.4 يبقى البروبابيلتي للهيد بكام؟ 0.6. يبقى المساله هتتغير ازاي؟ تعال نشوف كده. يبقى probability x equal 4، خد بالك 7 c 4 ماشي، طب هنا ايه اللي خلاها 0.6؟ لان هنا ال b اللي هي probability للx بتاعتي اللي هي تساوي 4 اللي هي الهيد المرة دي مش التيل. الفرق بين هنا المثال رقم a وال b ان هنا probability للتيل فكان ال a probability بتاعته 0.4، لكن هنا طلب الهيد يبقى probability بتاعته 0.6. ناخد بالنا لان ممكن يكون يديلك في الجيفن probability ويكون عايز العكس بتاعه، طبعا تطلع القيمه هي نفس القيمه وده عادي ده طبيعي. اما اقول نو تيل، نو تيل يبقى الاكس ايكوال 0 مفيش ولا تيل، يبقى بعوض بالمعادله
في زيرو. شايفين احنا القصة كلها ان معادلة معينة او equations معينة function معينة، وكل الحكاية اللي انا بعوض بالتلات قيم الاساسية اللي عندي ال n وال b وال x بتتغير معايا، فبيتغير التعويض equal 0.02799. لو قلت at most 2 tail، at most معناها ان x less than or equal to، at most يعني انا بقول اكثر حاجة، اكتر حاجة 2 يعني ممكن 2 واقل منها 2 و1 و0. يبقى انا بقول اهي ال0 وال1 وال2 وبعوض بكل قيمة بالاكس في الايكويشنز بتاعتنا، وبيطلع اجمع الكلام ده يطلع 0.411199. ناخد بالنا اي probability لازم تطلع، لازم تطلع between 0 و 1 لان دي probability. at least 5 يبقى x more than or equal 5. طبعا more than or equal 5 لحد 7، في واحد يقول لك 1 minus العكس. طب ما تيجي نقول اللي اصلا هي اصلا لو هي اكبر من او بتساوي 5، اللي هي x equal 5 x equal 6 x equal 7، دول المفروض اجيبهم. لو انا خدتها at least مش ثابت معايا او مش ثابته اللي انا اقعد اعمل 1 minus العكس، انا بعمل 1 ماينس الكومبلمنتري ده لما للتسهيل عليا، لو هو اللي مطلوب حاجات كتير زي المساله اللي كان عايز اكتر من 5 من 20 ترايل، لكن هنا اكتر من 5 من 7 ترايل بس، فسهل اللي احنا نجيب 3 بس ونعوض بيها. هنا بعوض بال5 الاكس ايكوال 5 والان ثابته اللي هي 7 والبي 0.4 والكيو اللي هي 1 ماينس بي 0.6، وبعوض الاكس ب 6 والاكس هنا ب 7. هجيب كل واحده بالكالكليتور واقدر اجيب كله يطلع 0.0963. at most 5 trial على الاكثر، برضو هنا بنقول x less than or equal 5، اقل من او بيساوي الكلام ده. طبعا هنا بقى بتكون اقل من او بتساوي 5، يعني الخمسة والاربعة والتلاتة والاتنين والواحد والصفر كتير، فباخد العكس لما لقيت ان الموضوع كبير، فباخد الكومبلمنتري اللي هو ماينس 1 ماينس البروبابيلتي الاكس ايكوال 6 وبروبابيلتي اكس ايكوال 7، واحنا كده جايبينهم قبل كده فيكون اسهل علينا. يبقى 1 ماينس القيم بتاعتهم تطلع 0.9812. لو طالب مني عايز الميو او الاكسبكتد فاليو او المين او الافريج، كلها مسميات لحاجه واحده اللي هي ميو ايكوال ان في بي، الان اللي هي 7 في البي اللي هي 0.4 يطلع 2.8، هو ده الميو بتاعتي. او يقول لي سيجما سكوير او الفيرينس اللي هي ان في بي في كيو، اللي هي برضو 7 تايمز 0.4 تايمز 0.6 ايكوال 1.68. طبعا لو قال لي ستاندرد ديفيجن اجيب السكوير روت لل 0.68، لان الستاندرد ديفيجن هو السكوير روت للسيجما سكوير او الفيرينس. مثال ثالث، لو انا عندي الكومبوننت هاز 18% chance of beginning non defective، 80% ان الكومبوننت تبقى non defective، تكون صالحه ومش تلفة يعني تبقى بايظة. if 5 are selected from the large batch what's the probability that more than 1 is a defective. خد بالك ده اللي احنا كنا بنقول عليه، هو مديني البروبابيلتي للنون ديفكتيف وعايز البروبابيلتي للديفكتيف. اولا هو قايل لي هنا الاكس هنا دي النمبر بتاعه السليكشن اوف 5 دي الان بتاعتي، ان هنا قايل لي اهو 5 are selected from السامبل بتاعتي 5، يبقى الان ب 5. وبعد كده عايز هو ايه مور ذان، خد بالك مور ذان 1 اكس اكبر من 1 يبقى 1 ماينس اكس ليس ذان اور ايكوال 1. ليه اكبر من 1؟ يعني انا هعمل الاثنين الثلاثه الاربعه الخمسه. طب لو انا خدت العكس 1 ماينس اللي انا ما خدتوش، انا واخد من اول الاثنين لحد 5، قيم الاكس من 0 لحد 5، طيب انا واخد من اول 2 لحد 5 فما خدتش الواحد والصفر، يبقى سهلين اللي انا اقول 1 ماينس اكس ايكوال 0 اكس ايكوال 1، وعندي هنا
البروسيسنج او اللي هو الكومبوننت يا اما ديفكتيف او نون ديفكتيف، يبقى هو عايز البروبابيلتي الراندوم فاريبل بتاعي ديفكتيف، يبقى البروبابيلتي بتاعته بكام؟ اللي هي 0.2 اللي هو العكس بتاعها. ليه؟ لان دي نون ديفكتيف وانا عايز الديفكتيف. خد بالك من الحته دي. يبقى انا عندي 1 ماينس، اللي انا بعوض الاكس عندي مره بزيرو وبعدين مره ب 1 واحطهم في التعويض. يبقى 1 ماينس 5c0 تايمز 0.2 ده البروبابيلتي للديفكتيف باور 0 الاكس، 1 ماينس 0.2 باور ان ماينس اكس اللي هي 5، نفس الكلام مع ال 1 الاكس بنعوض بيها هنا ب 1 في نفس الايكويشنز، ونجيب الكالكليتور ونعمل الكلام ده يطلع بالتقريب 0.263. في الباينوميال ديستريبيوشن احنا كنا قايلين ال n less than 50. طب لو ال n كبرت يعني اكبر من 50، اكبر من او بيساوي 50، الديستريبيوشن بنستخدم ديستريبيوشن تاني طبعا، عشان بيبقى طبعا الكالكوليشن بيبقى معقد شويه، بيبقى اطول. فاختصارا للحل فاحنا قلنا، فهم اخترعوا ديستريبيوشن تاني او اثبتوا ديستريبيوشن تاني، واللي هو البوسون ديستريبيوشن. البوسون ديستريبيوشن نفس الكلام، الراندوم فاريبل لما يكون هاز تو اوت كمز، فعندي تو اوت كمز لكن ال n عندي تكون مور ذان اور ايكوال 50. باخد بالك الفرق من الباينوميال ديستريبيوشن والبوسون ديستريبيوشن، ال n، ال n في الباينوميال اقل من 50، ال n في البوسون اكبر من او بيساوي 50. طيب البروبابيلتي بتاعتنا هتكون اي باور نيجاتيف ميو، الميو اللي هو الاكسبكتد فاليو او الافريج، والاي هو الاكسبوننشال فانكشن، بيجي عندنا في الكالكليتور برضو بشيفت لين، شيفت وفي لين كده على اليمين هتلاقيها مكتوب لين ال ان، يبقى دي بنجيب الاي بيها، تايمز ميو باور اكس على اكس فاكتوريال. والفاكتوريال ده هو يعني لو قلنا فاكتوريال 2 يبقى 2 تايمز 1، او قلنا فاكتوريال 3 يبقى 3 تايمز 2 تايمز 1، فاكتوريال 4 يبقى 4 تايمز 3 تايم 2 تايم 1، يعني حصل ضرب الرقم وكل اللي قبليه لحد الواحد. بيجي على طول بالكالكليتور برضو اللي هو شيفت اكس باور نيجاتيف 1، ده الفاكتوريال. الاكس بياخد من 0 1 لحد ان مور ذان 50. الميو للبوسون بارامتر عندنا، الميو اللي هي الان في البي، طبعا الان هنا يكون اكبر من 50 فالبي بتكون صغيره جدا. برضو بنلاقي ان هنا الميو هو المين، هو الفيرينس، خلي بالك يبقى الميو هو الفيرينس، يبقى الميو هو السيجما سكوير، هو ان في بي، ده كده للبوسون ديستريبيوشن. لكن هناك في الباينوميال كان الميو ان في بي والسيجما سكوير او الفيرينس هو ان في بي في كيو. مثال على الكلام ده بيقول suppose 2% of people on the average are left-handed، في متوسط الناس يعني كان 2% من الناس، فهم عملوا تجربة قالوا find the probability that at least 4 على الأقل 4 are left-handed among 200 people، في وسط 200 واحد. طبعا لأن هنا عندنا كبيرة، وعندنا هنا الراندوم variable بتاعنا اللي هو left-handed، هما هنا يا اما الناس ليفت هاندد يا اما رايت هاندد، مفيش حاجه ثالثه، فهنا البروبابيلتي بتاعتها ب 2%. واخد بالك ان هنا البي صغيره والان كبيره، فبنقدر اول حاجه بنقول احنا عندنا البي 0.02 والكيو طبعا الكومبلمنتري بتاعتها، وعندي الان اللي هي 200، يبقى الميو بتاعتي ان في بي ايكوال 200 تايمز 0.02 يطلع 4. عندي اكس
اللي هو طالبه قايل at least 4، at least يعني x more than or equal 4. يبقى خلي بالك at least معناها more than or equal، at most معناها less than or equal. طيب هو قايل هنا at least 4، يبقى هنا x more than or equal 4، يبقى هنا ال probability of 4 plus 5 لحد 200. طبعا الكلام ده مش هينفع، نعمل العكس اللي هو ماينس الكومبلمنتري بتاعت الكلام ده، الارقام اللي انا مش عايزها 1 ماينس الارقام اللي انا مش عايزها اللي من اول 3 لحد 0، يعني 0 و1 و2 و3. يبقى بنفس الفكره بتاعت الباينوميال اللي انا هعوض ب 0 و1 و2 و3 في الفانكشنز او probability فانكشن للبواسون ديستريبيوشن، مع العلم ان الميو بتاعتي بفور زي ما جبناها. يبقى 1 ماينس summation x equal 0 ل 3. طبعا في كالكليتور بتجيب الايكويشنز summation دي على طول، بتكتبها زي ما هي كده بطريقه معينه ويجيبها على طول، او 1 ماينس تقسمها 1 ماينس e باور نيجاتيف 4، ده كومن فاكتور بيتاخد كده، هو ده ثابت فباخده وبقول اللي هنا عندي في كل كيسز اللي هو ميو باور اكس على اكس فاكتوريال بلس هنا 4 باور 0 على 0 فاكتوريال و0 فاكتوريال ب 1، وعندي 4 باور 1 على 1 فاكتوريال اللي هي 1 بلس 4 باور 2 على 2 فاكتوريال، 2 فاكتوريال اللي هي 2 بلس 4 باور 3 على 3 فاكتوريال، 3 فاكتوريال اللي هي 3 تايمز 2 تايم 1 يعني ب 6. بنجيب القيم تطلع 0.5665. هنقول هنقربها دايما عشان الارقام بتبقى صغيره ل 4 ديسمال بليس، عشان الارقام تقدر تفرق ما بين الرقم والتاني. دايما الارقام في الباينوميال والباسون تبقى 4 ديسمال بليس، لاربع ارقام بعد العلامه العشريه. لو قلنا مثال تاني، لو انا عندي 100 كوين ار توست اف ذا probability اوف اوبتين تيل 0.04، الان ب 100 عندي البي ب 0.04، يبقى الميو عندي 10 تايمز 0.04 ايكوال 4. يبقى احنا عندنا هنا لو قال لك البروبابيلتي اكزاكتلي 5 تيل، يبقى احنا عندنا الاكس ايكوال 5، بعوض بالايكويشنز بقيمه الاكس، يبقى اكس يبقى 4 باور 5 اي باور نيجاتيف 4 ديفايدد 5 فاكتوريال، 5 فاكتوريال يعني 5 تايمز 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1، يطلع 0.1563. ات ليست 4، طيب اكس ات ليست قلنا مور ذان اور ايكوال 4، طب اكبر من 4 لحد 100 مش هعرف اجيبه، يبقى نجيب العكس 1 minus x less than 4، less than 4 اللي هي 0 و1 و2 و3. نفس الفكرة كل الحكاية اهو، لو انت خدت بالك ال e power negative 4 ثابتة في كل ترم، اقدر اخدها common factors بره واجيب 4 power 0 على 0 factorial وهكذا. نفس الفكرة نلاقي اللي هي 0.5665. at most 3، at most x less than or equal 3 زي ما احنا قلنا، اقل من او بيساوي 3 اللي هي 0 وال1 وال2 وال3. يبقى انا بعوض بالقيمه تل x في البوسون ديستريبيوشنز، نفس الفكره نلاقي ان التكرار عندنا المساله بتتكرر، الطريقه مفيش جديد، مفيش حاجه جديده، كل الحكايه اللي انا بشوف بس ال n هي اللي بتحدد لي اي distribution استخدم ال a ال probability functions بتاعته. no tail x equal 0 نفس الفكرة، كل الحكاية اللي بتتغير اللي انا بعوض بس بقيمة ال x بتتغير، فبعوضها ب 0 بالقيمة بتاعتها. single trial، single trial يعني x equal 1، يبقى 4 power 1 e power negative 4 over 1 over 1 factorial. find the expected value and the variance. قلنا expected value هو المين، هو الافريج،
هو ان في بي، وهو برضو اللي هو 4، وام دي هي النيو يعني، او ام ان في بي اللي احنا جبناها قبل كده اللي هي النيو اللي احنا اشتغلنا عليها فوق. هنشوف ازاي نجيب البوسون ديستريبيوشن probability random variable has Poisson distribution or binomial distribution باستخدام برنامج الـ SPSS.